بعد تسمية الله جل وعلا، نحمد الله ونشكره أن جعلنا بهذا المجلس لتدارس أمر الدين والوطن. الدين باعتباره مؤثرا وفاعلا في قضية الاندماج الوطني أساس مبدئي وتاريخي، لأن هذا الوطن كما تعلمون مكون من فسيفساء اجتماعية مختلفة لكنها متآلفة، ثقافات، لغات، أعراق، أجناس، قبائل شتى، لكنها اجتمعت جميعا في نسيج واحد موحد. ونجحت التجربة المغربية أيما نجح منذ العهد الأدريسي إلى العهد العلوي تاريخيا في صناعة شيء يمكن أن نسميه المواطن المغربي الذي يحمل كل هذه الخصائص من التآلف والاندماج مع نفسه ومع محيطه وبيئته على المستوى النفسي والاجتماعي والثقافي وعلى كل المستويات. وكان الدين لا شك في ذلك الفاعل الأكبر. نعم هنالك عناصر أخرى لكن كان الدين هو الفاعل الأكبر عبر التاريخ كما هو معلوم. وسبق أن أشرت في المحاضرة السابقة إلى ذلك أو تلك الإشارة التاريخية وذلك الحدث التاريخي العجيب، وسنتناوله اليوم من جانب آخر، يعني من جانب تفسيره، ليس من حيث ما هو حدث بالفعل في التاريخ ولكن من حيث مرجعيته الدينية، وأعني بذلك ما قام به المولى إدريس الأول من زواج بكنزة الأمازيغية وصناعة ما سمي بالرحم على المستوى التعبدي كما فصلناه وبيناه. هذا الأمر سننظر إليه اليوم لكن من جهة تمتين الاندماج الوطني، لا من جهة إذكاء روح المقاومة وحسب، ولكن من جهة صناعة الإنسان المغربي والمواطن المغربي المندمج مع ثقافته ومع نفسه ومع سائر المكونات الثقافية الأخرى. وهذا شيء مهم جدا نسعى إلى تمتينه وإلى تكثيره وإلى تعميقه وضمان مستقبله، لأن ضمان هذا الوطن بكليته إنما هو بهذه المعاني الكبار العظيمة التي بها تأسس أول مرة. واضح جدا أن هنالك آية من كتاب الله جل وعلا يرجع إليها كل من يتحدث في أمر التثاقف والتداول والتداخل أيضا الاجتماعي وصناعة الأنسجة النفسية والاجتماعية في طبيعة تكوين العمران البشري كما يقول ابن خلدون رحمه الله، وذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وها هنا عندنا وقفة لنؤصل لمعنى الاندماج الوطني الذي صار إليه المغرب بفعل المولى إدريس الأول وما تدول بعد ذلك من مثل ذلك الفعل من صناعة الرحم بالمعنى الشرعي للكلمة بالمعنى التعبدي عبر التاريخ إلى يوم الناس هذا، حيث لا يزال المغاربة يعقدون زيجاتهم وكل ما يتعلق بهذا المعنى على هذا الأساس الأول. المفتاح الأساس في هذه الآية الذي هو فعلا مفتاح الشخصية المغربية، المفتاح الذي صنع هذا المعنى الذي نتحدث عنه اليوم من مفهوم الاندماج، إنما هو مفهوم التعارف. هذا هو مفتاح الآية ومفتاح هذا المعنى، التعارف الذي هو يعني علل في الآية بلام التعليل: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لي. هذا اللام الذي هو يعلل ما سبق من فعل الله جل وعلا ينتج هذا المعنى، كأن هذا المعنى هو غاية الخلق وغاية الجعل الناس شعوبا وقبائل، فكأنه إنما خلقهم وإنما جعلهم شعوبا وقبائل لهذا الهدف، وهو هدف التعارف، لتعارفوا. وهذا التعارف شرح وفسر في كثير من الأدبيات التفسيرية على أنه تعارف اجتماعي عاد، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك بل هو أعمق من ذلك. أقول ليس كذلك ليس من باب نفي ما فسرت به الآية ولكن من باب عدم جواز حصر المعنى فيه، إنما هو معنى جزئي، يعني
كون التعارف المقصود ها هنا هو ذلك التعارف، يعني أن تعرفني وأعرفك، أنت فلان بن فلان، وأن يحصل هذا يعني تفاهم العام، يعني ليس في حقيقة الأمر هو المقصود الأساس، وإنما هو جزء من المعنى وليس هو كل المعنى. التعارف هنا مفهوم أكبر وأوسع. يمكن شخصيا أن أقول إنه تعارف ليس تعارف اجتماعيا وحسب، والتعارف الاجتماعي إنما هو جزء من معنى التعارف الروحي الذي هو مفهوم كلي أكبر وهو ذو طابع ديني محض. وإليك البيان بحول الله. أولا، مما يدل على عدم جواز قصر المعنى على الجانب الاجتماعي البشري العادي أن الله جل وعلا في كل الآيات بالاستقراء التام، يعني بالتتبع والإحصاء لكل الآيات التي ورد فيها معنى الخلق، كل ذلك إنما جعلت غايته أن يكون الإنسان عبدا لله، كما تعلمون في قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالتعليل واضح جدا أنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل هذا، وهو أن يكون الإنسان عبدا لله، أي أن يمارس عمارة الأرض على سبيل التعبد لله الواحد القهار. وكذلك في كل أمر ورد بالعبادة وبالتقوى وبأي مكان بما هو إنسان علل ذلك بكون الله خالقا له، كما في قوله تعالى من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فواضح جدا أن هذا الوصف هو صيغة مساق الوصف هاهنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكأنه قيل من ربنا؟ ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فبما خلقكم والذين من قبلكم استحق أن يعبد وحده دون سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكأن الإنسان يتساءل: وما علة كوني أو ما علة أن أعبد ربي؟ يقال له: يجب أن تعبد ربك لأنه هو الذي خلقك، فبما هو خالق استحق أن يعبد، ولو تعلم خالقا غيره لجاز أن تعبد هذا الخالق الذي خلقك أو خلق جزءا من الكون، ولكن بما هو وحده دون سواه الخالق فلا يجوز أن يعبد سواه، لأن صفة الخالقية هي النعمة الكلية التي فرضت على الإنسان أن يكون عبدا لمن خلقه وعلى كل مخلوق بصفة عامة. سبحانه هذا كثير ومطارد مستقرا استقراء تاما في القرآن، من مثل قوله قلت في سياق أمره بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم من الذي خلقكم من نفس واحدة. أيضا حينما يحتج الله جل وعلا الإنسان إذ يكفر، يحتج عليه بكونه كافر بمن خلقه، كما في قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. فيعني حينما يكفر الإنسان الله جل وعلا يتساءل تساؤلا إنكاريا: لما ينسى الإنسان أنه خلق؟ وأيضا مثل ذلك قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ذكره بمرحلة ما قبل الوجود، أي مرحلة العدم، ومعنى ذلك يعني هل تذكر الإنسان أنه لم يكن شيئا ثم خلقه الله؟ ولذلك قال بعد مباشرة في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إلى آخر الآيات، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان لأنه جواب عن التساؤل السابق: هنت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وحينما يعني يعبد دون الله من هو دون الله من الأوثان والأنداد والأصنام إلى آخره، فحجة الله على خلقه هو أنه ينعى عليهم أنهم يعبدون أصناما وأوثانا ليست لها صفة الخالقية. ولذلك قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني كيف يعبد الذي لم يخلق شيئا ويترك الذي خلق كل شيء، كما في قوله تعالى: خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فيعني يظهر بشكل جلي، وقلت هذا استقراء تام أي تتبع لكل القرآن، في أن الأمر بالعبادة والأمر بالتقوى والأمر بتوحيد الله وكل ما في هذا المعنى ارتبط بعلة الخالقية،
أي أن الله خلق. ولذلك لا يجوز بناء على هذا الاستقراء وعلى هذا التقعيد الكلي. ما أريد أن التعارف في قوله تعالى إنا خلقناكم، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا يعني لنقول يعني فقط لنتعارف، يعني تعارف اجتماعي غير معقول، لأن القاعدة تقررت في سياق القرآن كله أن غاية الخلق هي أن يعبد الإنسان الله، ولا يجوز أن تكون هناك جزئية تشذ عن الكل إذا تم الاستقراء التام، يعني كالمنطق الرياضي كالكليات الرياضية المطلقة. فإذن القضية ها هنا هي أن مفهوم التعارف ها هنا ليس على الأصل اللغوي العادي، وإنما له دلالة اصطلاحية خاصة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني لمعنى عظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا قلت إنه تعارف تعبدي، تعارف روحي، ليس تعارفا اجتماعيا عاديا، هو تعارف اجتماعي عادي ولكن بما هو مقدمة لتعارف أكبر. أنا لا أنفي أن التعارف الاجتماعي البشري يعني بالمعنى الضيق مقصود ها هنا، لا هو مقصود، ولكن ليس المقصود الوحيد من المعنى الأكبر الذي أسميه التعارف الروحي. فإذا هذا المنطق الاستدلالي الذي وقع على استقراء معنى أو علة الخلق أصلا، لي علة الخلق لم التعليل في القرآن إذا تعلقت بالخلق، فتبين أن الله جل وعلا إنما خلق الإنسان ليكون الإنسان خليفة في الأرض، أي خليفة على مستوى العبادة لله الواحد القهار. هذا المعنى العظيم العمراني القرآني الكبير لا يمكن أن يفهم على معنى صغير جزئي فقط. ولو خلق الإنسان خلقه الله وجعله شعوبا وقبيلة فقط ليتعارف في الأسواق وفي هذا غير، لا يناسب المنطق الإلهي الرباني العظيم الذي تقرر في غير ما سياق وفي غير ما آية من كتاب الله ومن سنة رسول الله أيضا عليه الصلاة والسلام كثير. مما يؤكد هذا أيضا السياق الذي جاء بعد، والسياق معلوم أن يعني السياق الذي يوضح المعنى كما هو في قواعد العربية إما أن يكون من السوابق أي من الألفاظ والمعاني التي سبقت الآية، أو من اللواحق أي من الأشياء التي تأتي بعده، وهنا لواحق قوية، وذلك قوله تعالى مباشرة لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فجاء تعليق مباشر يعني كأنه يحكم على طبيعة التعارف وعلى أحسن أنواع التعارف، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بمعنى أن التعارف لا يجوز أن يبقى عند حد التعارف يعني العرقي أو التعارف اللغوي أو التعارف الاجتماعي العام كتعارف الناس في الأسواق وفي المعاملات المالية، لا يجب أن يرتقي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرتقي إلى معالي المعاني الروحية العليا، إلى المعنى الروحي العظيم. فإذا سياق اللغة يؤكده ومنطق القرآن الكلي يؤكده والسنة النبوية أيضا تؤكده، وحديث صحيح يرويه البخاري ومسلم يعني متفق عليه فيه إشارة واضحة لطيفة إلى هذا المعنى. أقول إن هذا الحديث يفسر الآية، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ما تعارف، تعارف كيف تعارف؟ يعني الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تناكر من اختلف، قد التقي وإياك فيعني يحصل يعني تحصل مناقشة، يحصل تعارف بالمعنى يعني البشري العادي، فقد نتفق وقد نختلف. فإذا اتفقنا وانسجمنا وتآلفنا فقد تعارفنا، ما تعارف من ائتلف، وإذا لم نتفاهم اختلفنا فمعنى ذلك أننا لم نتعارف بمفهوم المخالفة. ما تعارف منها ائتلف وما تناكر، أي لم يتعارف، وما تناكر منها اختلف. فهذا الذي تناكر من الأرواح ليس معناه أنه لم يحصل التعارف الاجتماعي، بلى حصله، يعني ممكن أن نلتقي فنتعارف على المستوى الجماعي، تعرفني وأعرفك،
أنا من وأنت من، ما وظيفتك، ما نسبك، ما مدينتك، تعرف كل شيء عني وأعرف كل شيء عنك، ثم نتناكر أي لا نتعارف. فإذن ليس المقصود التعارف بالمعنى اللغوي العادي، نتناكر، ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف، فنختلف أي نفترق ولا ننسجم. ولو كان التعارف المقصود هنا بمعنى الاجتماعي لما قال وما تناكر من اختلف، بمعنى أنه يعني لم تحصل معرفة البتة بيني وبينك، والتناكر يحدث بعد المعرفة الاجتماعية بين الناس، بعد المعرفة، فأعرفك وتعرفوني، أعرف طبعك وأعرف طبعي، ثم لا ننسجم. فإذا التعارف الأولي حضر ولم يحضر التعارف الثاني، حضر أو حصل التعارف الاجتماعي ولم يحصل التعارف الروحي، فيؤدي ذلك إلى الاختلاف. إذن التعارف الروحي هو الذي يجعل الأشياء تنسجم، الانسجام الحقيقي. ولذلك قال الأرواح ولم يقل الأجساد ولا يعني المصالح، قال الأرواح، فهو تعارف روحي. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف، أي أن هنالك يعني نوع من الانسجام على المستوى الروحي ونوع من الاختلاف على المستوى الروحي أيضا. بهذا وذاك يحصل التعارف أو لا يحصل، يحصل التعارف أو لا يحصل. فإذن السبيل التي يعني يقع بها التعارف ولا يحصل بها التناكر، أن التعارف يؤدي إلى الانسجام والتناكر يؤدي إلى الاختلاف، إنما هو ما هو مضمن في الآية. فحينما نقارب الآية من الحديث يحصل هذا معنى هو في الآية والذي سميته بالتعارف الروحي يحصل، وذلك أنه حينما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكأننا نتقارب ثقافيا واجتماعيا وإلى آخره من أجل أن نوحد المشاعر والمواجيد أي الأحاسيس النفسية الباطنة في مجال تذوق الدين، ليحصل ذلك التعارف فيما بيننا الذي به يعرف الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أتقاكم لله، وإنما يتقي الله من عرف الله، لأن الإنسان لا يمكنه أن يتقي شيئا لا يعرفه، لا يمكنه أن يتقي شيئا لا. لما معنى التقوى؟ التقوى هو أنك تحذر شيئا، الحذر، التقوى أنك تحذر شيئا أي تخافه وتحذره، تتقيه، تحتاط منه عقلا، لا يمكن أن تحتاط من شيء أنت لا تعرفه، لأنك حينما تحتاط وتخشى تقدر أن هنالك إمكانية النفع والضر من هذا الذي تتقيه. لو كان هذا الشيء لا ينفعك لا يضرك لما حصل عقلا شيء من الاحتياط من هذا الشيء، يعني حينما تجد حشرة مثلا ضارة لأنك تعلم أنها قد تضرك، وحينما ترى شخصا مثلا قد يتسلط عليك لقوة ما كيفما كانت هذه القوة فأنت تحتاط منه، لكن حينما تعلم أنه لا يؤذي أو لا طاقة له على الإيذاء فأنت لا تتقيه ولا تحذره ولا تحتاط منه. فلذلك إذن الاحتياط والتقوى والحذر كلها بمعنى واحد، إنما تقع بعد المعرفة بالشيء المتقى. فإذا لم تكن تعرفه فلا يمكن أن تتقي، هذه أمور عقلية عادية طبيعية. فإذا نتقي الله لأننا عرفنا الله بما هو، له الأسماء الحسنى، ينفع ويضر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا هذا التعارف الذي يحصل بيننا على المستوى الروحي أي على مستوى الدين وعلى مستوى ترسيخ القيم وترسيخ ما يسمى بالمعروف، لأنه اسم مفعول من المعرفة، عرف يعرف معروفا، إنما يقودنا للتعرف إلى الله، كما في الحديث الصحيح المشهور المتداول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ونحصل فيما بيننا القيم الأخلاقية التي تجمعنا، وهي القيم الإيمانية الإسلامية الوطنية. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.